يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل: أو هل يجوز هذا الدعاء وهو: اللهم إني أسألك بحق إحسان هذه المرأة للمحتاجين أن تشفيها وترفع الضرر عنها، وأسألك بحق لا إله إلا الله أن تشفيها حيث إنها مريضة، فهل لي ذلك؟ اتركها الحق، ادعو الله أن يشفيها وأن يعافيها بدون التعليق بحق وحق، لأنك يعني كأنك تحكم على الله بأن هذا الإنسان له حق على الله وأنت ما تدري. نعم، أنت جاهز من هالحين أن هذا له حق على الله، تلزم الله بذلك وأنت ما تعلم هذا. نعم.